من جانبه أعلن حزب الله إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا على مواقع وثكنات عسكرية إسرائيلية في إطار رده على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة إسرائيلية. وقال الحزب في بيان إن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية تم استهدافها وإصابتها شمال إسرائيل والجولان، معلنا الانتهاء من المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر. وفي ذات السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارا من 6 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعد إعلان الجيش شن ضربات في لبنان لمنع هجوم كبير من حزب الله. وأشار إلى أن إعلان الطوارئ يتيح إصدار تعليمات بما يشمل الحد من التجمعات. إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقيام بكل شيء على حد تعبيره لاستعادة الأمن في شمال البلاد بعد إعلان الجيش شن ضربات في لبنان. وقال نتنياهو إنه مصمم على إعادة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى منازلهم.